بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامج مع القرآن والقراءات. نحن في هذا البرنامج نقرأ القرآن بروايات مختلفة بطرق عديدة، ونحن نقرأ برواية حفصة عاصم. هذه الرواية المباركة التي انتشرت في الآفاق، وسبحان الله هي الآن من أكثر القراءات انتشارا. هذه الرواية لها عدة طرق وعدة أساليب في القراءة، وكنا تحدثنا قبل ذلك عن مراتب هذه القراءة، أنها تقرأ بمراتب في المدود مختلفة. المشهور منها مرتبتين، 2 و4، يعني 2 في المنفصل 4 في المتصل. وأما لكن هذه المرتبة أو هذه القراءة ورد فيها مراتب غير ذلك، وهي كلها مراتب صحيحة متواترة، معمول بها، مقروء بها، قرأنا بها وتلقيناها وصلينا بها، وهي ثابتة ولكنها غير مشهورة. فإن شاء الله نحاول أن نتعلمها، يكون عندنا إن شاء الله يعني علم بهذه المراتب. من أراد أن يقرأ بها أو إذا يعني تعلمتها، فأنت إذا سمعت أحد يقرأ بها فأنت حينئذ يعني لا تنكرها أو لا تردها، وتعرف تعلم أن هناك قراءة بهذه المراتب المباركة. طيب، اليوم إن شاء الله إحنا نبدأ في الربع الثاني من البقرة. من أراد أن يتابع معنا إن شاء الله يفتح المصاحف ويبتدي إن شاء الله يتابع معنا. من قوله: إن الله ليستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه الآية المباركة فيها إن الله ليستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قبل ما أتكلم على مراتب المدود، أتكلم أن بعض الإخوة ممكن يقف على قوله إن الله ليستحيي أن يضرب مثلا ما، البعض بيقف هنا ثم يبدأ فيقول بعوضة فما فوقها. والحقيقة هذا الوقف يعني وقف غريب على خلاف الجمهور. الأصح أن نصل الآية أو الجملة إلى أن وقفت، يعني تقول إن الله ليستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هذا الأصح وهذا الذي عليه العمل وعليه المصاحف كذلك. يعني إحنا من إيش ولا مصحف من المصاحف وضع علامة وقف على كلمة ما، فالأولى متابعة الجمهور وموافقة الجمهور في هذا الأمر، وخاصة أن الوقف يترتب عليه المعنى، والمعنى كما تعلمون لابد أن يكون مطابقا وموافقا لمراد الله عز وجل، وهذا يتبين من الوقف والابتداء الذي تلقيناه بالأسانيد المشهورة المتصلة المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الآية ليس فيها من مراتب المدود إلا المد المنفصل، فبالتالي نحن لينا 2 3 4 5، فنقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. 2 3 4 5، تمام كده، ما فيش حاجة تاني في الآية دي أو في الجملة دي. ننتقل للجملة اللي بعدها: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. عندي هنا من ربهم في جواز الغنة، وعندي أيضا مد منفصل. طيب، إحنا عرفنا إن الغنة تأتي على مرتبة المنفصل 4 و5، يعني الغنة مش هتيجي على 2، مش هتيجي على 3. فإن شاء الله نبدأ المراتب ديت، أولا 2 3 بدون غنة، على 4 يبقى مرة بغنة ومرة بدون غنة، 5 نفس الأمر، مرة بغنة ومرة بغير غنى. فنقول بالله التوفيق:
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذا ثلاثة فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا اثنين ثلاثة أربعة خمسة كده فاضل الغنة نروح بقى نجيب الغنة طبعا طالما عملنا غنة يبقى لابد أمد أربعة أو خمسة مرة هبدأ بأربعة مرة خمسة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا مرة أربعة مرة خمس على الغنة تمام يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين عندي هنا يضل هو كثيرا ويهدي به كثيرا في وقف على طبعا كثيرا الثانية وممكن أوصل يعني ممكن أقف وممكن أوصل وكان يعني الكلام طويل شوية الوصل الميزة فيه إن بتبين سبحان الله إن الله عز وجل يضل بهذا المثل كثير ويهدي به كثير طيب لكنه لا يضل إلا الفاسق يعني ما أضلهم الله عز وجل إلا بسبب فسقهم فالله عز وجل الأصل أنه يهدي ويهدي بلا سبب ولذلك من أسمائه وصفاته الهادي أما يضل بكثيرا هذا فعل وليس اسم أو صفة لله عز وجل ولكن فعل فعل الله بهم هذا الفعل لسوء نيتهم لفسادهم لفسقهم فالوصل يبين هذا المعنى الجميل فنقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض عندي سكت هنا عندي مد منفصل احنا مدينا اثنين نجيب بقى ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة السكت طبعا هيأتي على مرتبة أربعة في المنفصل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض سكت على رتبة أربعة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض كده مد خمسة بدون سكن أولئك هم الخاسرون أربعة خمسة ستة في المتصل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا في هنا سكت وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون فيش حاجة غير السكت يبقى مرة بدون سكت ومرة مع السكت ولو الآية طويلة أنا ممكن أقف على كلمة فأحياكم وأبدأ بها تاني كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وقفت أبدأ أقول إيه فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وده يعني أحسن وقف يبتدى في الآية دي لأن غير كده لو وقفت في أي مكان تاني يعني هنلخبط المعنى هنزود وننقص في المعنى ونغير في المعنى غصب عننا طبعا يعني لو قلنا مثلا وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم
ده لو وقفنا هنا نبدأ ايه؟ ما ينفعش أبدأ باللي بعدها طالما فيش علامة وقف. هبدأ بنفس الكلمة ثم يميتكم تاني، يبقى يعني كأني موتنا مرتين مع بعض ورا بعض. أو فأحياكم ثم يميتكم، هلاقي نفسي زودت مراحل الخلق. مراحل الخلق، خد بالك تأمل معي كده، هم خمس مراحل. كنتم أمواتا، كنا أمواتا عدم، فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. عندنا خمس مراحل، لو وقفنا في النص من الخمس مراحل دول هيبقوا ستة، هيبقوا سبعة. فاللي جاي نتجنب يعني هذا، يبقى أحسن حاجة نوقف على كلمة فأحياكم وأبدأ بيها تاني. أقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فيها إيه الجملة دي؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، عندي سكتة أهو، ما في الأرض جميعا ثم استوى، آدي منفصل، إلى السماء متصل، يبقى عندي سكت ومنفصل ومتصل. طيب السكت يأتي على أربعة في المنفصل وستة في المتصل، يبقى أنا ممكن أخلص المادة خالص بمراتبه كلها ثم أروح أرجع أجيب السكت لوحده. قبل ما أتكلم على المراتب أو نقراها ونأديها أداء، ناخد بالنا هنا من الوقف والابتداء، لأن الوقف والابتداء ضروري يعني نتعلمه ونحكمه. يعني كانوا السلف يعني كانوا لا يجيزون أحدا يعني إلا بعد أن يتقن الوقف والابتداء، لأن الوقف والابتداء كما قلت ينبني عليه معنى، وهذا المعنى لابد أن يكون مراد لله عز وجل، ما يكونش مخالف لمراد الله عز وجل. فالله عز وجل يعني أنزل هذا الكلام، وهذا الكلام ذو معنى. فنحن عندما نقرأ القرآن على الناس فإحنا نبلغ الناس عن الله، نبلغهم اللفظ بالصفة التي تلقيناها ونقرأها عن الله، وكذلك المعنى، يبقى نبلغ اللفظ والمعنى، وكلاهما لابد أن يكون على مراد الله عز وجل كما تلقينا، نقرأ كما تلقينا، لأن هذا هو مراد الله عز وجل. طيب، فإحنا قلنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى. وقفنا هنا، هنا الفعل سيعود على الله عز وجل، هو أصل الفعل هنا أن الفعل متعدي، في أفعال متعدية وأفعال لازمة، وهذا أمر لابد ناخد بالنا منه. يعني فهنا لو وقفنا الفعل هيكون لازم، فهيكون فاعل فاعل الله عز وجل، يعني هو الذي قام بالفعل، فاستوى سبحان الله، يعني لا يليق هذا الكلام أو هذا المعنى بالله عز وجل. استوى كلمة يعني معناها يكون مثلا كبر، نضج، كما قال الله عز وجل في سورة قصة موسى وقصة يوسف، ولما بلغ أشده واستوى، فبلغ واستوى نضج. فطبعا سبحان الله، يعني هذا المعنى لا ينبغي أن يكون يعني نسنده الله عز وجل من حيث القيام لله عز وجل به، ولكن الوقف يكون ثم استوى إلى السماء. طيب البعض يقول لي الآية طويلة وأنا نفسي مش هساعدني، ممكن نعمل كده في الآية وقف كده يساعد، وخاصة أنه يجوز في الآيات الطويلة ما لا يجوز في الآيات القصيرة، كما نص على ذلك أهل العلم، يجوز في الآيات الطويلة ما لا يجوز في الآيات القصيرة، وكما يجوز في الصلاة ما لا يجوز في خارج الصلاة. فيبقى الأمر إيه، مخفف شوية، طبعا مخفف شوية مش مخفف قوي، يعني بحيث أن احنا يعني نقف معنى يحيل المعنى أو غير المعنى مش هينفع. فتحري المعنى طبعا يعني ده بيبقى يعني خيرات أهل العلم الفاهمين المتدبرين، لكن اللي بيقرأ مش ملتفت للمعنى ومش واخد باله المعنى، فهو بيلتفت يعني لصوته للمقام الصوتي النغمة فبيظبط ده، لكن مش مظبط المعنى. فاحنا نريد إن شاء الله أن احنا نظبط المعنى أولا، ثم بعد ذلك نظبط بقى الحاجات التانية على المعنى يعني. طيب
نقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الجملة دي يعني تامة جميلة، تامة، أركانها تامة. ممكن يعني نعمل هنا صيلة كده إيه يعني للجماعة اللي هم نفسهم على أديهم يعني كبار السن أو كده. فثم هذا العطف طبعا ثم عطف للتراخي، وإن كان طبعا الأولى الوصل صيلة معناها الأولى الوصل، فاللي نفسه يساعده يوصل أحسن، لكن نفسي مش مساعدني ممكن أقف هنا. أحسن ما تقف وتقول لي ثم استوى وتحيل المعنى وتنسب لله ما هو منه براء. سبحان الله، يبقى نقف هنا أحسن. قل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لو وقفنا هنا يبقى ما عنديش غير السكت. تقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وتبدأ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. كده جملة قصيرة وخفيفة وسهلة على اللسان. طيب هنا يبقى مش هيبقى عندي إلا المدود. مدينا 2 و4، بعد كده مد 2 و6، ثم 3 و6، ثم 4 و4، ثم 4 و6، ثم 5 و5، ثم 5 و6. وبذلك يبقى قرأنا جميع مراتب مدود حفص وجميع طرق حفص وجميع روايات حفص. خدت بالكم على ما صحت به الروايات، الروايات المرتفعة إلى حفص. طيب نأدي كده أداء ونشوف. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. كده 2 و6، مدي بقى 3 و6. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. أربعة وأربعة، ناخد أربعة وستة. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. خمسة وخمسة. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ناخد خمسة وستة. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. تمام كده خمسة وستة آخر حاجة. ده لو احنا وقفنا، لكن لو وصلنا ما وقفناش، الوقف اللي احنا وقفناه دوت على كلمة جميعا، يبقى هخلص مراتب المدود الأول 2 و4 2 و6 إلى آخره، ثم بعد ذلك أرجع من أول الآية أقرأ وأجيب السكت. لما أسكت يبقى ليا المد 4 و6. على هذا يعني إيه؟ على حسب ما صحت به الرواية، وإن كان يعني جائز من ظاهر النشر يأتي على أربعة وأربعة، لكن الرواية المسندة أربعة وستة، هكذا في الروضة للمالكي، هكذا من طريق ابن الفحام عن الفارسي، وهذان هما اللذين روى المد، هم اللذان روى المد عن حفص. نعم. طيب نجيبها كده بالسكت بلا وقف. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هنا ما عنديش غير السكت. وهو بكل شيء عليم. سبحان الله. احنا طبعا مراتب المدود احنا بس هي عايزه تعود، يعني الحمد لله احنا الى الان ما فيش احكام جديده لحفص، هي فقط الاحكام اللي احنا خدناها اللي هي مراتب المدود، السكت، الغنه، بس كل بتكرره في كل ايه بنقولهم في كل ايه. المد المتصل جه الاول بنعمل ايه؟ المد المتصل جه الاول بنعمل ايه؟ في سكت في الايه بيجي على اربعه وسته من حيث الروايه، وان كان يجوز يعني اربعه واربعه. طيب الغنة
أيضا الغنة تأتي على 4 و6، 5 و5، 5 و6، هكذا ثبتت الرواية. وإن كان يعني البعض أجازها على 4 و4 فيش مشكلة، بس هذا اختيارا يعني، لكن الرواية المسندة كما قلت. تمام، هذه المراتب إن شاء الله نسمعها مرة واثنين وثلاثة لحد ما نتعود عليها. خلاص إحنا عندنا دلوقتي يعني حوالي جزئين، ما فيش أحكام جديدة على الحفظ. بعد جزئين هيبتدي يقابلنا كلمة يبسط، اللي هنقرأ بالسين واللي يقرأ بالصاد. طب السيد على رتبة إيه والصاد على رتبة إيه؟ فقط يعني القرآن كله فيه حوالي 10-12 كلمة عن حفظ يعني. فالموضوع إن إحنا نتعود بس على المراتب دي. طيب المراتب ديت أنا عندي 2 4 4 4، كل رتبة من دي أتت بأسانيد، يعني في أسانيد راوت 2 و2، أسانيد أخرى راوت 4 و4، أسانيد راوت 4 و6. كل رتبة لها أسانيدها الذين رووا هذه الرتبة، وطرق عدة يعني، مش طريق أو اثنين، لا ما شاء الله يعني طرق عدة، طرق حفص يعني بتبلغ في النشر حوالي 52 طريق مع الإضافات والمتابعات والطرق اللي هي غير المباشرة في النشر، ممكن يعملوا 58 طريق أو 60 طريق. فمن هنا هذه الطرق كلها هي التي روت هذه المراتب بهذه الأسانيد. جميل. طيب إحنا طبعا عشان نربط بقى المعاني بتاعت الفقرات اللي فاتت دي كلها مقاطع، سبحان الله. أول مقطع طبعا الفاتحة دي حاجة لوحدها، كيان لوحده. ثم بعد ذلك أول 5 آيات في البقرة كلام عن المتقين وصفات المتقين الذين ينتفعون بالقرآن ويهديهم القرآن إلى جنة الله عز وجل، ربنا جعلنا منهم. ثم الكلام عن الكافرين في آيتين. ثم بعد ذلك تحدث الله عز وجل، تكلم القرآن عن المنافقين في 13 آية، 13 آية سبحان الله أطلق الكلام عليهم حتى يعني يبينهم ويوضحهم لنا يعني توضيح شامل كامل. ثم بعد ذلك سبحان الله بلاقي 5 آيات كده في آخر ربع تحدث الله عز وجل فيهم بنصيحة طيبة جميلة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم أي أطيعوا ربكم، طاعة مع الحب والرضا مع الخشية والرجاء. طاعة يعني طاعة لها الجناحين، جناح الخوف جناح الرجاء. أطيعوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. خلقنا نحن البشر، والذين من قبلنا خلق الجن، خلق الملائكة، هم الذين كانوا قبلنا. فسبحان الله الآية بتبين لنا إحنا إيه، هو جينا في الدنيا دي إزاي. يعني آية جميلة جدا بتبين أصلنا إحنا إيه وجينا إزاي. فما جيناش كما يعني يقول علماء الطبيعة أو غيرهم إن إحنا متطورين أو تطورنا من الطبيعة، الطبيعة تطورت وإحنا كنا أصلنا إيه وبعد كده تطورنا بقينا إيه وإيه وإيه. وسبحان الله يعني مش عارف التطور يعني وقف ولا مستمر ولا إيه، يعني وجهات نظر. لكن يعني سبحان الله معظم العلماء مثل الطبيعة والكيمياء والفيزياء معظمهم بيبقوا ملحدين إلا من رحم الله. يعني أنا بتكلم عن الناس اللي هم يعني خارج الدول العربية والإسلامية. لكن القرآن بيخبرنا عن حقائق غير كده سبحان الله. يقول لنا إن الله عز وجل هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا، وخلق كل كائن خلق مستقل، مش موضوع تطور أو غير ذلك سبحان الله. طيب اعبدوا يعني اطيعوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب تتقون، لو احنا وصلنا كلمة تتقون هيبقى النون مفتوحة ولا مكسورة؟ لو النون مكسورة هتبقى لعلكم تتقوني، فهيكون المعنى ايه؟ يعني لعلكم تتقوا غضبي، تتقوا ناري، تتقون عذابي. فيبقى هنا التقوى شيء خاص، تقوى يعني تقوى الله عز وجل. لكن في حالة الوصل سبحان الله بنلاقي ان النون مفتوحة، وهي مفتوحة في كل القراءات لعلكم تتقون. طيب في فرق بين الفتح والكسر؟ نعم، بالفتح أعم من الكسر، لان في الفتح هنا اي تتقون كل شر، تتقون كل ما يؤذيكم سبحان الله. فشوف انظر بقى اربط الكلام من اول لاخره كده، اطيعوا ربكم لعلكم
تتقون كل الشرور، كل ما يؤذيكم، كل ما يضركم. طب نفهم من كده يعكس بقى يعني، افهم كده المفهوم من هذا المنطوق. إذا لم نطع ربنا فيما أمرنا ولم ننتهي عما نهانا، فلن تتحقق التقية أو التقوى. سيصيبنا مما يؤذينا ومما يعني يضرنا ومما يمرضنا، ينكد علينا حياتنا، يتعبنا، سيصيبنا من هذا الكثير والكثير. لكن النجاة من هذه الشرور والأزمات والأشياء اللي تضرنا وتؤذينا وتتعبنا هو تقوى الله عز وجل. يبقى شوف النصيحة الجميلة، يا أيها الناس أطيعوا ربكم. يبقى في طاعة الله عز وجل النجاة من كل سوء، النجاة من كل ما يهلكنا. وكذلك نأخذ العكس، في طاعة الله عز وجل السعادة، الرضا، الراحة، الأمان، السكينة، البركة، كل خير في طاعة الله عز وجل. بعدها الذي خلق، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر، إلى آخر الربع. بدأ بقى معنا النهاردة في الربع الجديد، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربي، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الأمثال في القرآن سبحان الله يتحدث عنها أهل العلم، لدرجة أن بعضهم ألف في أمثال القرآن يعني أبوابا مستقلة وكتب مستقلة. يعني بنلاقي في كتب علوم القرآن باب كده أمثال القرآن، والآيات اللي فيها أمثال ربنا ضرب فيها أمثال، فحاولوا يفسروها، يستنبطوا الحكمة منها ويعرفوا يعني المغزى بتاع المثل. فالله عز وجل ضرب هذا المثل ليقرب معنى، ليوضح أمر. فهذا الأمر سبحان الله يعني إيه، لا يعلمه كثير من الناس. ولذلك قال الله عز وجل في سورة العنكبوت، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ذو العلم، ربنا يجعلنا منهم يا رب. طيب ثم بعد ذلك علمي كثير ويمضون بلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله. مين ربنا سبحانه وتعالى بيضلوا بهذه الأمثال وهذه المعلومات؟ يخلي يعني سبحان الله يفهمها غلط، يخلي يعني لا ينتفع بها. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. عهد الله قالوا هو الميثاق الأول الذي أخذ الله عز وجل على بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فالميثاق الأول الذي أخذه الله علينا ونحن في عالم الذر. وقيل كذلك الميثاق هو عهد الله عز وجل، وهو النطق بالشهادتين، ويعني العقد الذي تحقق بين العبد وربه بالتزامه بالدين وبشعائر الدين. فالذين ينقضون عهد الله بعد عقده وبعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به عز وجل أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام، من البر والتقوى بالناس وبالضعفاء والمساكين وغير ذلك. ويفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض أي يفعلون ما يفسد في الأرض. والذي يفسد في الأرض مش معنى ذلك هم يعني بيمشوا مثلا لو في شجر يقطعوه، لو في مثلا يعني حاجة كده قائمة جميلة ولا حاجة يكسروها، مش معناها كده، ولكن بفعلهم المعصية وبعدهم عن طاعة الله عز وجل بهذا يتحقق الفساد في الأرض سبحان الله. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. شوف بقى يعني المعاصي والذنوب هي سبب الخسارة. ثم يتعجب الله عز وجل، يعني سؤال تعجبي، استفهام في تعجب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كنا عدم لا شيء فأحيانا، فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم لا ترجعون. وهنا يعيد التأكيد على أنه هو الذي خلقنا والذين من قبلنا سبحانه وتعالى. ثم يقول بعدها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني خلقنا وخلق لنا ما في الأرض جميعا. ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء، فسواهن سبع سماوات، قضاهن سبع سماوات، في كل سماء أمرها كما ذكر في الآيات الأخرى.
وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. كده يبقى المقاطع مقطع بيسلم مقطع بيسلم مقطع سبحان الله. ومن هنا إن شاء الله يعني انتهت هذه الحلقة المباركة، وإن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.